الدار البيضاء معنا صديقتنا للا عائشة. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. أهلا وسهلا للا، مرحبا بك معنا. بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك ويطول عمرك للا. عشر مباركة بإذن الله، تدخل عليك الصحة والسلامة والهنا. يا ربي احنا وكل الناس اللي كيتصنتونا إن شاء الله يا ربي الحبيب. الله يبارك فيك للا عائشة، فورطناك معنا لأن بزاف الناس كيبغيو بزاف ديال الوصفات الحقة، ولكن اللي كتطلب لي كثر باغيين يعاودوا يسمعوها هذيك ديال السردين اللي كنتي واحد المرة حضرتينا. ألوغ بسرعة نقولوها عاد نمروا للوصفات اللي تقترح علينا اليوم. عافاك لالا، تفضل. شكرا. انا 3 كيلو ديال السردين، اييه، كننقيو ونحيدو ليه الشوك ديالو كنحطوه ياك صافي، كنطحنوه في الماكينه داك الطحانه ديال اما ديك اليدويه اما ندقوا اللي ما عندوش الطحانه ولا هذا يدقوا غير في المهراز بحال هكا راه كيولي صافي ماشي مشكل. كتحطيه على جنب، كدوزي تاخدي القوم ديالو، عندنا مليحه، بزار، سكينجبير، زعفران عرق، ثومه. زعفران زعما زعفران شعر ياك؟ لا ماشي شعر، داك اللي حيت كاين الخرقوم وكاين داك الملون، ماشي الملون، الخرقوم. الخرقوم هذاك الشيء. وكديري شويه فلفل احمر التحميره، شويه البزار، شويه الكمون، شويه القزبر ومعدنوس، ثلاثه دريسات تاع الثومه، صافي. واحد نص حامضه، واحد البصله محكوكه. نص حامضه مصيره ولا عاديه؟ لا لا، نص حامضه معصوره. وعندنا لالا واحد بصله محكوكه، بطاطا هي محكوكه، واحد البيضه بلاتي، واحد البصله محكوكه، ايه بصله، ايه، واحد البطاطا هي محكوكه، بطاطا محكوكه، ايه، واحد صفرت البيضه، صافي، وخماره الحلوه. هادو هما المقادير اللي فيه. نعاودوهم عافاك، ايه ان شاء الله. عندنا كيلو السردين منقي ومطحون، ايه، عندنا المقادير بزار، ملحه، سكينجبير، فلفله حمراء، الكمون، شويه الزعفران، ذاك الخرقوم، صافي، وثلاثه دريسات تاع الثومه، نص حامضه معصوره، شويه قزبر ومعدنوس مطحونين حتى هما يا مدقوقين. انا لالا بصله مطحونه، بصله محكوكه، بطاطا حتى هي محكوكه، صافي، وبيضه ان شاء الله، بيضه صفرت البيضه، والخماره، صافي. كنجمعوا هذا الخليط مزيان حتى كيتزنس المقادير ديالو، كل هادشي كامل كنجمعوا مع بعضو بالسردين بكلشي، كلشي بالسردين كلشي، صافي. تنحطوه، الا كانت السيده بغات تقليه مع ال 12 راه من الاحسن ديروه مع ال 10 باش يلاه يشرب ديك الخميره، صافي. كنشدوه ان شاء الله، كنكوروه كويرات، كنديروا حمام الزيت، كنكوروه كويرات، كندوزوه على اللبن البيض، كندوزوه مطحين، كندوزوه بلا شابلور، اولا اللي ما بغاش لا شابلور كتافي غير بسميتو غير بالبيض والطحين، صافي. كديرو ملي كنديرو في المقله راه كيتنفخ تيولي بحال بيني، وكتحطيه في ورق نشاف راه ما كيشرب لا زيت لا والو، كيجي واحد هائل. الله يبارك فيك لالا، شكرا. راه بزاف الناس زعما تواصلوا معايا فيسبوك ولا في التليفون، تبارك الله كلشي يعجبهم، عجبهم اهلي او على عليها شي، هو من اكثر الوصفات اللي كتطلب لي زعما صراحه. الله، نمروا للوصفه الثانيه. انا لالا الباطاشو دابا تبارك الله رمضان كيبغيو الناس ثلاثه المملحات، اييه. عندنا في كاسرونه، كنديروا 250 غرام ديال الماء، 75 غرام ديال الزيت، 275 غرام ديال... لا 250 غرام ديال الماء و75 غرام ديال الزيت. ما عرفتش دابا كيفاش غنعملوا هاد الماء. الماء راه كنديروا بحال، عطيني القياس مثلا في الزلافه احسن. زلافه ديال الماء هكذا، الناس كيعجبهم المقادير هكذا. وكاس ما عمرش ديال الزيت. صافي لالا، كنديروا هاد الشيء تيسخن مزيان في الفوق العافيه، تنخو عليه 200 غرام ديال الفورص. 200 غرام ديال الفورص، صافي. كنبقاو نحركوا فوق النار حتى كتولي عندنا ديك العجينه بحال الكره. كتكوني قاصحه نيت. صح. صافي كنحيدو بالعافيه لالا، كنديرو في العجانه. هذيك الكره كنهزو نديرو في العجانه، اللي عنده العجانه يديرها فيها، اللي عنده اليد كيحطها غير في القصريه ديالو، كيبقى كاين عندك لالا خمسه البيضات. كنلوحو بيضه وكندلكو فيها، اما الى العجانه كدور حنا كنلوحو البيض، الا كنا بيدينا راه كنلوحو بيضه وحنا كندخلوها في ديك العجينه حتى كنكملو خمسه البيضات. راه كتجي جاريه شويه، كناخذو لالا داك البوشادوي داك جيب الحلواني، وتنديروا البابي سيلفريزي في الطاوه ديالنا، وكنبداو نخرجوا ريزات. صافي كندخلوا الفران، راه ملي كطيب كنطفيوها الفران، نخليوها في الفران ما كنخرجوهاش ديك الساعه حتى يبرد عليها الفران باش تبقى قاطعه لا فورم ديالها. صافي احنا خرجناها ان شاء الله، تنوجدوا الحشوه ديالها. الحشوه ديالها عندنا لالا كاس ديال كريم فريش صغير،
كاس ديال الحليب، 50 غرام ديال الزبده، 50 غرام ديال الطحين، مليحه بزار. هادشي كنديرو بحال بحال شكل هذا البيشاميل. صافي. وكناخذ واحد ربعه الكروب. واخا نعاودو هاد الحشوه النيكس اذا كان ممكن. اها، عندنا واحد كاس ديال كريم فريش، كاس ديال الحليب، اللي ما عندوش كريم فريش يدير جوج كيسان ديال الحليب. ماشي بالشرط، جوج كاس ديال كريم فريش وكاس ديال الحليب، 50 غرام ديال الزبده، المليحه، البزار. صافي، هذا هو كنطلعوا هاد البيشاميل كنحطوها. كناخذ واحد الزليفه ديال الكروفيت ولا ربعه. باش كطلعها في الخلاط الكهربائي ولا غير بالباتور ولا؟ لا كنطلعوها حتى تطلع لينا غير في فوق العافيه. وحنا كنحركوا حتى كطلع البيشاميل، راه نهار كعرفوها زعما كنديروها. لا كندير واحد ربعه الكروفيت، كنشحروا هي مليحه وبزار، واحد شويه الثومه غبره. صافي، كنخلطو كنخوها في داك البيشاميل اللي عندنا. صافي، تنجيو نحلو داك لي باطاش ومن الجنب وتنعمروهم بهاد الحشوه اللي عندنا. صافي، تنخليهم تقدموا بالصحه والراحه. تبارك الله عليك. عافاك، ممكن تعاود لي من الاول الطريقه، المقادير والطريقه؟ عافاك، تفضل. لا كديروا كسرونه فوق العافيه، كديروا فيها زلافه ديال الماء، زلافه ديال الماء وكاس ما عامرش ديال الزيت حتى يسخن. نزيدوا عليه ديك المليحه، تنزيدوا عليه شويه البزار، تنزيدوا فيه داك 200 غرام ديال الفورس. تنديروا لالا داك الفورس، وتنبقاو نديروها هذاك بديك ديال الخشب. حنا كندورو حتى كتولي عندنا كره لاصقه في ديك الخشبه. صافي، كنهزوها من العافيه، تنديروها لالا في العجانه كما قلت لك، اللي عنده العجانه اولا يديه ولا بحال بحال. صافي، تنبداو نلوحو في ديك الحجانه كدور، حنا كنلوحو ديك البيض ببيضه تبع بيضه، حتى كنكملو خمسه اللي عندنا. صافي، حنا حطينا هذيك الحشوه، حطينا هذيك الزناد، حطيناها، درنا عمرنا ديك العجينه في بوشادوي ولا نجيب الحلواني ولا ميكا ولا غير اللي عندنا، تنقطعوها من التحت، تنفرشوا البابي سلفريزي اولا ورق الزبده راه موجود. تنبقاو نديرو في دوك الوريدات، كنخرجوا على قياس اللي عندنا، قياس ديك الباطاشو بحال هكا كلها، حتى نكملو المقادير اللي عندنا. القدر اللي عندنا ديال الطحين كنحطوها في الفران، ملي كطيب كتخرج، ما كطيب ما كنطفيوها ونخليوها حتى كتبرد كومبليتمون، ما كنخرجوهاش ديك الساعه، كندوزو نصيبو الحشوه ديالها. عندنا لالا كاس ديال كاس ديال كريم فريش، وكاس لالا ديال الحليب، و 50 غرام ديال الزبده، 50 غرام ديال الطحين، مليحه وبزار. صافي، حنا كنطلعو فداك البيشاميل حتى كيطلع لينا، كنحطوه، تندوزو ناخذ واحد زلافه الكروفيت اولا رابعه ولا اللي موجود في الدار. صافي، تنحطوه تنشحروه بشويه الزبده وشويه الزيت ومليحه وبزار حتى هو، واحد شويه الثومه غبره. حيت إذا درنا الثومه الاخرى كتعطي واحد الجهد كثير. شويه الثومه غبره، صافي، ملي تيطيب داك الكروفيت كيتشحر وطيب، راه ميم با 3 دقائق ولا 4 هو موجود. صافي، تنخلطوه مع ديك البيشاميل اللي عندنا، وتنبداو نعمرو في دوك الباطاشو اللي عندنا. صافي، كنعمروها هكا، كنحطوها، صافي، تنقدموا بالصحه والراحه، راه كيجيو هائلين. واحد تبارك الله، وسلام على النبي عليك، ودائما متميزه بالوصفات ديالك لاله عائشه. شكرا جزيلا، خليني دائما نسمع صوتك. الله يكثر خيرك.